يسعد مساكم مشاهدينا، وتحية موصولة للجميع في هذا البرنامج اليومي على قناة كويت سبورت قانون اللعبة. أكيد أنا وياكم راح أكون مستمر في حلقتنا الثانية على التوالي، والخاصة في لعبة الاسكواش مع الكابتن وحكمنا الدولي وحكم أو رئيس لجنة الحكام في غرب آسيا الكابتن عبد الرحمن العويش. التفاصيل في هالحلقة وايد وايد وايد، انتظرونا بعد السيرة الذاتية. ارحب في الكابتن عبد الرحمن العويش، حياك الله كابتن عبد الرحمن. يا اهلا وسهلا. الجو بارد بس داخل حار. اللعبه بشكل عام حراره الايمان حراره اللعبه انا بشوفها. هل فعلا هي منافسه ثقيله بين اللاعبين دائما تشوف حراره، ولا في عاد لا من واحد لواحد عاد يفرق؟ لعبه الاسكواش تعتبر لعبه صحيه خاصه يعني تنشط القلب. جميل. لان تحركاتها يعني عشوائيه. حلو. ما مو مو يعني مو حركه منتظمه. نعم. اللي يركضون منتظم لا صح، هذه ما فيها انتظام. يعني تتجه في الغرفه هذه اللي تشوفونها الملعب نفسه بجميع الاتجاهات في خلال ثواني، وعنصر المفاجاه موجود. والعنصر المفاجاه. نعم. والكره سريعه وتحركات اللاعبين لازم يصيرون يعني بلياقه عاليه كبيره. جميل. فمعظم الناس اللي يبي يوفر وقت عشان يحصل على اللياقه يلعب سكواش. صح. حتى لاعبين كره القدم يجون يلعبون سكواش ساعات عشان يحصلون على سرعه في الملاعب، وخاصه القلب يسمونه نبض القلب. يعني يصير بطريقه عاليه جدا في فتره قصيره. جميل. هذه تعطي قوه حق الرياضيين. تحرق الدهون. صح. بسرعه. انت قاعد تعطيني الايجابيات، ما يخالف. انا يعني شويه بصير ثقيل عليك وبقول لك والله حيل الاصابات كنها شايده فيها الانكل، انا شيء اتخيل الانكل الساق، فعطني من انواع الاصابات الثقيله. عموما الاصابات يعني تعتمد على اللاعب نفسه، اذا هو يسوي الاجراءات الروتينيه اللي هي التسخين قبل اللعب والاسترتش بعد بعد اللعب، هذا اصاباتهم قليله. بس في ناس كثيرين اللي شغفهم باللعب يدش الملعب ويلعب بدون ما يسخن، يعني حمسه عنده مشكله. اللي داش متحمس عنده مشكله يعني، فهذا اللي عموما. بس اكثرها اكثر الاصابات شنو؟ في شنو دائما الاصابات تكون في الركب. ركب. لان قلت لك الحركه العشوائيه. صحيح. هذه تاثر على تحركات اللاعب. حلو. توقف المفاجئ والتحرك السريع داخل الملعب كلها تاثر. جميل. نعم. بروح الى الادوات. صراحه انا عندي شغله اعطوني اياها الاخوان السوداء، قلت لهم شنو هاي؟ يقول هذه الكره اللي يلعبون فيها. اي سكواش ملعبه مضاربه ولاعبين. أيه. بس هذه هالنتفه هاي؟ ويقول اي والله عبال يابسه. قلت نعم. نعم. لا يبا الرخوه طلعت. نعم. نقطتين قالوا لي بعد في لون ثاني ابيض واسود. فبتعرف على ادوات السكواش اللي هو الاساسي المضرب مع الكره. عموما مثل ما قلت لك المضارب تطورت من خشب الى فايبر اوبتيك الى حتى النسيج المضرب نفسه الشبك. يعني اختلف تماما عن ما يستخدم بالستينات والسبعينات. حلو. الشركات تطور لانه قام تعطي اداء احسن. صح. مقاسات المضرب يعني موحده. نعم. لكن نوعيه الماتيريال او المواد اللي تصنع منها المضارب اختلفت. شلون؟ صار في اوزان، يعني في لاعب يقدر يشيل 130 جرام. ايه؟ لاعب صغير 120. حلو. لاعب يرتاح على 140. صح. فهذا يعتمد على اللاعب نفسه، هو لازم يجرب. ايه؟ فكلهم يعني يعطون اداء للاعب، هو اللي يختار. صح. شنو اللي يريحه اللي يناسبه. اما بخصوص الكور، طبعا كانت الكره سوداء تماما. تمام. هذه الكره مصنوعه من الربر. ايه؟ الربر هذا اللي هو يعني اذا لعبت سخنت الكره تنتفخ شوي بحيث انها تنط. تمام. صح. اذا هي بارده ما تنط. ايه. ففي الدول الاجنبيه دائما يسخنونها قبل، حتى عندنا بالكويت لما تدش الملعب تحتاج انك من دقيقتين وشويه الكره هذه راح تصير سخنه شوي. تسخين تقصد بالضرب يعني؟ اي بالضرب طبعا. اي بالضرب يسخنونها. حلو.
هذا انت قلت لي تسخين حراره وانا رحت على نفس الطاره يسخنون عشان لا يسخنون طبعا طق الكره ضرب الكره بحاطه امامي بالتبادل اللاعبين اول ما يبلشون صح. عندهم اربع دقائق يسخنون الكره هي عموما تحتاج بس دقيقتين نعم. بس يتبادلون مره واحد يمسك يمين واحد شمال حلو الجهتين تسخين عشان تسخن الكره جميل. الكره تطورت من سوداء الى طبعا في الوان في اخضر حلو. في ازرق الازرق سريع جدا الاخضر اقل سرعه نعم. لحد ما وصلنا للاسود اللي هو اقل شيء بعدين اكتشفوا ان السوداء هذه يبون اقل اللي هي سوبر سلو ايه اللي اقل عشان سرعة. اسرع يعني تصير لا مو اسرع يصير اقل سرعه عشان الباونسنج ما يصير سريع بالملعب تمام يعني لما عشان اللاعب يمدي اي عشان ما تصير سريعه وايد إيه؟ ما يقدرون يشوفونها بعدين صح ان ضربه المضرب هذه تعطيها سرعة عالية جدا يعني توقع 75 كيلو يعني النقطتين شنو هذي؟ النقطتين هذه سوبر سلو نقطة واحدة سلو يعني بطيئة حلو هذه سوبر بطيئة سوبر بطيئة أبطأ إذا هذه حق المباريات ولا حق التمرين؟ هذه حق الملاعب اللي حوائطها بيضة تمام عشان الكرة السوداء تبين حلو أما الملعب اللي احنا قاعدين فيه دائما يكون الكرة فيه بيضة وتكون سلو سلو اللي هي نقطة يعني واحدة نقطة واحدة مو سوبر سلو حلو. لأن ارتداد من الجام غير ارتداد الحائط من الطوفة الحائط أسرع صح أوكي طبعا حلو. كان حلو. أول ما عشان يأدون غرض موضوع تصوير المباريات أول ما اكتشفوا كرة حطوا فيها نقاط ألمنيوم عشان يبين انعكاس على الكاميرات حلو لكن تطور الموضوع وعدلوا سووا الأرضيات بيضة سودة مثل ما تشوفها والحيطان هذه عاكسة بحيث اللي من برا يشوفك اكثر صحيح. من داخل ما يلفت انتباه نعم. اللاعب اثناء اللعب نعم. فتطورت الكره الى بيضه جميل وطبعا ساعات بالاحتكاك تصير شوي ينظفونها ويدخلونها بس كل مباراه لازم كره جديده ممتاز الى هذه النقطه دنلوب انا بوقف عند كابتن عبد الرحمن الى النقطه لان عندي تفاصيل اكثر بالاسئله حول الكره بالتحديد باكن بطلع بهذا التقرير وردي للرياضة تأثير كبير على صحة الإنسان ونفسيته حيث أنها تساعد الإنسان على التخلص من القلق والاكتئاب فمن هنا انطلقت رياضة الإسكواش في منتصف القرن التاسع عشر في مدرسة هارو في إنجلترا حيث قام الطلاب بممارسة لعبة الإسكواش وسرعان ما أصبحت رياضة الإسكواش شائعة في المدارس الإنجليزية الأخرى مما زاد شعبية رياضة الإسكواش وانتشارها في العديد من الملاعب والمدارس والأندية الرياضية رجعنا لكم مشاهدين بعد الكرة صراحة زين هذا شلون اللي تقوي الأعصاب الأعصاب هذه زين حق الكرة نفس الشيء كابتن عبد الرحمن الشركة اللي ماسكة كل التفاصيل شركة دانلوب أكيد هناك شركات أخرى مختصة في الملابس والملابس أتوقع حكاية أخرى في الإسكواش ما بين خلينا نقول ممكن يأثر على الخصم لا أمر تسويقي حلو وشكل وإلى آخره ففيدنا بالتفاصيل هذه والله ملابس الإسكواش يعني لأن قلت لك لعبة ابتدت ملابس بنطلون أبيض وفنيلة بيضة بس تطور الموضوع إلى اللاعبين يلبسون شورت حلو ما في يعني جهة معينة تدعم بس أي واحد يعني الشورت لازم يكون مناسب حلو سهل بالحركة الفانيلة نفس الشيء حلو ممنوع البنطلون طويل هاي لا ما في بنطلون طويل شورت ما في عشان الحركة يلعب. حلو أوكي فهذا اللي إلا يعني طبعا سيدات شيء آخر السيدات يلبسون طبعا يلبسون عندهم يا شورت يا تنورة أوكي وفانيلة عادية يعني حلو يعني يكون بس بالبطولات مثل ما انت شايف هذا اللبس في طبعا في دول نعم. لاعباتهم يعني محتشمين حلو. من حقهم يلبسون الاسترتش نعم والحجاب يقدرون يلعبون بالحجاب تمام. وهذا شيء مشروع باللعبات سواء أكيد. على المستوى الاولمبي حلو زين نعم. الالوان شلون تكون هنا المختاره في يعني طبعا اللون الابيض مميز لان داخل الملاعب مثل ما انت شايف اللون الارض اسود وكذا كذا أي. يفضل ان اللاعبين مختلفين بالالوان يعني أيوة. واحد لابس ابيض واحد لابس اسود يعني صاروا كل لابسين ابيض هني القانون يقول لك اللي هو يعني رقمه اقل هو اللي يغير اوكي يعني انت يعني الرانكينج يعني شنو الرانكينج يعني تصنيف التصنيف أيوة. ماله بالعالم مثلا
10 و9 قاعد يلعبون، اذا كل واحد لبس ابيض قال انا بلبس اللبس مالي مال دولتي او شيء، يفضل ان الاقل هو يعني يغير يعني هذا شيء عرفوه. فاللاعبين دائما يجون اللونين، وذلك لتصوير المباريات، يفيد تصوير المباريات. الحكم ما يعكس لون واحد طول المباراه، تقدر يميزهم بسرعه. تمام، يعني انتم كلجنه تحكيميه ما تقولون والله لا كل واحد يغير ويختار هاللون؟ لا، نقول لهم دائما يعني لما نحس ان في لاعبين لابسين نفس اللون نقول لهم لازم تغير اساس مظهر اللعبه يكون احنا ودنا نوصل للاولمبياد. فكان صح من ضمن الاشياء المهمه هذه الامور. جميل، كل الشكر لك كابتن عبد الرحمن العويش. انا وصلت وياك الى الختام، لكن مو كل الختام، لا احنا الحين ما سولفنا بالملعب وشلون طريقه اللعب والخطوط الارضيه اللي داخل الملعب. والله كني ببدل ملابسي وبنزل وياك الملعب. حياك الله. الله يحييك. الوعد ان شاء الله في الحلقه القادمه. فما الله.